السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، حياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي الدوحة الذي يطل عليكم من خلاله ونطل عليكم من خلاله نقدم مواضيع اختارها الزملاء وانتجوا مادة مصورة عنها. هذا البرنامج هو ايضا مثل ما صرتوا تعرفون مشاهدينا الكرام هو صلة وصل بيننا وبينكم مشاهدينا، ويمكنكم في الفقرة الأخيرة من هذا البرنامج في ان تتصلوا بنا وتقدمون لنا اقتراحاتكم وآراءكم التي من شأنها ان ترتقي بالمستوى المميز الذي تأملون له لقناة الريان الفضائية، وهذا الشيء لن يتحقق الا بالشراكة الاستراتيجية والمستدامة معكم. مشاهدين الكرام، بعد الترحيب فيكم اسمحوا لي أن أرحب بزملائي في هذه الحلقة، أخوي ناصر بن مبارك الخليفي، مرحبا بك يا ناصر. الله يحييك وحياك الله. كذلك مبارك. الترحيب بصباح بن ربيع الكواري، مرحبا يا صباح. مرحبا يا محمد، حياك الله يحييك. وأيضا الترحيب مشاهدين الكرام بأخوي عبد العزيز بن راشد الهاجري، مرحبا أبو راشد. يا مرحبا. أيضا جار الله الزبدان يقول مرحبا يا جار الله وحياك الله. الله يرحب بك يا محمد وحياك الله. الله يحييك. ما أدري إذا شفت الحلقة الماضية من برنامج الدوحة ولا لا، الفريق الثاني. نعم شفناه، خاصة احنا شفنا يعني مقاطع منها، لكن صراحة الحلقة بكبرها تخرج حلقة مميزة، اللي انا بقول لكم انها حلقة من اقوى الحلقات في برنامج الدوحة. انا يعني الان أنا بدأت المنافسة تشتد. نعم انا عجبني محمد الطبيب الشعبي اللي كان موجود معكم. وين؟ عجبني الطبيب الشعبي اللي كان موجود معكم. اي علي المالكي. دكتور الله يمسيه بالخير، زميلنا علي المالكي. ونقول مشاهدينا الكرام نوضح لكم بان هذا البرنامج هو برنامج يعبر عن الروح الشبابية لمقدمي قناة الريان، وتم تقسيم المقدمين إلى مجموعتين. المجموعة الأولى تضم إخواني ناصر وصباح وعبد العزيز وجار الله الزبداني، بينما المجموعة الثانية تضم ناصر بن سالم بن سالمين، وأيضا تضم علي المالكي، وأيضا حمد بن سالم العيدة، والرابع معاهم سالم بن سامر القحطاني. ابو ثامر ما ينسى والله، عادي شاعر ممكن يقصد فينا ولا شيء. المهم ان بنقول ان الحلقه الماضيه في الاسبوع الماضي كانت حلقه قويه، والشباب الان الاربعه مجهزين لهم ماده ايضا طيبه، ومثل ما اعلنها ناصر الخليفي بان قائد الفريق صباح الكواري. ما ادري يا صباح، البدايه بتكون عند من اخوانك؟ البدايه ان شاء الله راح تكون عند مبارك، ناخذه يلا يا محمد. لي الشرف، لي الشرف ابو محمد. بسم الله. احنا عندنا بداية يعني بسم الله الرحمن الرحيم، من انطلقت قناة الريان فيه شاعر من أبائنا ومن أخواننا، أخونا العود طبعا هو ما بشيبة، علي بن عبد الله فياض. ونعم هذا الشاعر هو بيعرفكم عن نفسه. خلي نشوف من انطلقت قناة الريان وين احنا نجيب القصايد، نطالع علي بن عبد الله والرد. أحيا العمر بين الكتب وهوى هوى دنيا الكتاب، يطير بي فوق السحب واجري على متن الهضاب. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا علي بن عبد الله فياض، ولدت في سنة 1957 ميلادي، والولادة كانت في فريج عبد العزيز في الدوحة عاصمة قطر، لكن النشأة والطفولة كلها كانت في قرية العريش، في قرية تقع في شمال قطر محاذية للبحر. وعشت في بيت قديم طبعا، بيوت الطين القديمة، ونشأت مع الوالد، وكان الوالد شاعر، ونشأت على حب التراث وتعلقت بالتراث من ذلك، من ذيك الفترة يعني من الطفولة. ولما دخلت المدرسة أيضا حبيت الكتب وبدأت المطالعة. وأذكر كان أول كتاب قريته هو كتاب عن سيرة عنترة. يعني الدراسة كانت في مدرسة العريش أول، بعدين انتقلت بظروف الصف السادس
مدرسة العريش كانت في الصف الخامس، انتقلت في الصف السادس لقرية بظروف، كان مدرستهم عند في الصف السادس. ولما انهيت السادس رحت الدوحة، درست الأول إعدادي، بعدين افتحوا مدارس في مدينة الشمال، وجينا مدينة الشمال كملت، بس ما لي ثالث إعدادي للأسف ما كملت، خرجت نظرا لوفاة الوالد تركت الدراسة. ومن ذاك اليوم أنا ابتديت يعني أحصل على الكتب ويعني أجلب الكتب وأبدأ القراءة والمطالعة، ارتبطت بالشعر، بدأت نظم الشعر في من تقريبا من الثمانينات أو السبعينات. الشخص اللي يرافق مسيرتي الأدبية مسيرتي الحياتية الشخصية، من بداية الدراسة تعرفت عليه في مدرسة بظروف من الصف السادس، وأخي العزيز الأخ الباحث الأستاذ علي بن شبيب المناعي. نذكر من الأصدقاء اللي لازم نذكرهم صديقنا الأخ العزيز محمد بن صالح السادة، الآن هو وزير الطاقة الله يذكره بالخير، ولا زال هذا الرجل صديق وفي ويزورني كل سنة في كل رمضان، يزور جماعته ويجي يزورني، فهو مثال للوفاء والإخلاص الله يذكره بالخير. والله أنا ألفت وجمعت وحققت تقريبا ما يقارب الآن 20 كتاب من الكتب اللي تتعلق بتراث قطر وتاريخ قطر والثقافة المحلية. أذكر من أبرزها كتاب موسوعة القطرية. من الكتب المهمة أيضا كتاب وميض البرق، هذه تناولنا فيها شعراء الفصحى في قطر. من الدواوين أيضا ديوان إبراهيم بن محمد الخليفي، جمعت سنة 1988. تشوفون الكتب كثيرة يعني ما أقدر أحصيه يعني عددا، ولكن ما يقارب يمكن 8000 كتاب، يمكن توصل 10000 بعد. أتمنى أن يكون أن ينشأ يعني أرشيف وطني يحوي جميع المخطوطات والوثائق والمستندات وكل ما يتعلق بتاريخ وتراث قطر. نشكر قناة الريان الغراء العزيزة، نتمنى لها دوام الازدهار وأن تكون يعني في خدمة التراث دائما وتغطي جميع ما يتعلق بتراث وتاريخ قطر. بعض الكتب ذوق طرب، وبعض الكتب بحر العباب، ألوان من سر وعجب، لطايب مثل الكعاب، فيها الحكم مثل الذهب، در لمع لمع الشهاب، وفيها الشعر شعر العرب، وفيها النثر شهد مذاب، هي منتهى كل الطلب، فيها الأماني والرغاب، لا تسألوني ما السبب، مالي على عشقي جواب. صح الله لسانك أبو عبد الله، وإحنا ما نقدر لازم بنسألك، لكن مهما كان إحنا التقرير اللي أنا طلعته حق إخواني نقصر في حقك، وأتمنى إن شاء الله أن مالك إلا طيبة الخاطر، والأيام الجاية إن شاء الله بنعطيك حقك إن شاء الله. إن شاء الله الله وجهك أبو مبارك. وأنا نيابة عن إخواني يتقدم بالشكر الجزيل لعلي بن عبد الله الفياض، اللي يعتبر واحد من الأمثلة
القطرية الناجحة في مجال حفظ التراث القطري، راوي وباحث وشاعر، واستطاع أن يحقق ويبحث في 20 كتاب. أنا على المستوى الشخصي التقيت فيه في سنة 2008 في قناة الدوحة، قناة لجنة احتفالات اليوم الوطني، وكان لقاء شيق ومميز، هو وأخوه علي بن شبيب المناعي، لنوجه له التحية ونمسيه بالخير. فعلا الله يذكرك يا أبو محمد، الله يطول عمرك وياه، الله يذكره بالخير إن شاء الله. يعني شيء مثال طيب أن أشوف الآن ألف 20 كتاب، من بينها كتاب عن الفيحاني، ما ذكر هو كتاب لآلة قطرية. وتذكر سنة 2008 بمبارك ماجد إذا سألته كان يجمع كتاب للشاعر رحمة الله عليه ماجد بن صالح الخليفي، ما شاء الله، قال لي عن ماجد بن صالح وقال لي عن إبراهيم بن محمد الخليفي. وما زال ما شاء الله الحين أنا قبل لا أدش الاستوديو مكلمة يقول أنا جاي من المطبعة من الدوحة وأنا جاي الحين في إعداد. هو تكلم عنه بتغير عن الشاعر، وأنا عجبني يعني الهم اللي هو شايله، يعني هم التراث، المخطوطات، التراث القطري، قاعد ويجمع ويشيل ويشيل هالشيء. يعني في أنا إن شاء الله يعني تحقق أمنية اللي قالها اللي هو بإنشاء مكتبة قطرية توثق كل المخطوطات القطرية اللي توثق تاريخنا وتاريخ أبائنا وأجدادنا. إن شاء الله تتحقق إن شاء الله، بإذن الله إن شاء الله. في اتصال، عندنا اتصال، وهذا الاتصال عزيز علينا من أخونا العود، طبعا سعادة الوزير محمد بن صالح السادة. مثل ما قال أبو عبد الله، يا أبو عبد الله يا ريت تقول لنا اللي في خاطرك عن أخوك ورفيج دربك أبو عبد الله. الله يمسيكم بالخير، مسيك بالنور والعافية والسرور، وأمسي على مشاهدين قناة الريان بالخير، وأهم القائمين على قناة الريان نجاح هذه القناة القطرية القريبة من قلوب الجميع. الحقيقة أسعد كثير اليوم وأنا أشوف البرنامج يلقي الضوء على مسيرة أبو عبد الله، وهو صديق الطفولة وزميل دراسة. تعرفنا على بعض منذ سنوات طويلة ولنا ذكريات جميلة في الشمال، سواء في المدرسة أو في المجتمع. حقيقة هذا الرجل نذر نفسه لجمع التراث القطري من أدب وشعر وتاريخ وعادات وتقاليد في خلال فترة امتدت لأكثر من 30 سنة. له كتب قيمة زادت عن 30 كتاب، وكلها تقريبا متخصصة في جمع وتوثيق كل عناصر التراث القطري الأصيل. حقيقة تحية صادقة لهذا الصديق العزيز الوفي، وأتمنى له دائما التوفيق. آمين إن شاء الله. نرجو أن يستكمل مسيرته في خدمة التراث وتاريخ قطر الغالي على قلوبنا جميعا. وحقيقة أنا يعني أشكره الشكر الخاص على هذا النشاط المتواصل على مدى سنوات طويلة، وكذلك أشكر قناة الريان أنها يعني قريبة من تراثنا وقريبة من تاريخنا، وخصصت وقتها ومجهودها في توثيق هذا التراث، ويعني تحاكي وتخاطب قطر وخارج قطر. نعم سعادة محمد بن صالح السادة، عذرا على المقاطعة، أنا أخوك سعد العتيبي وأقول لك لا شكر على واجب، وحبيت أسألك أبو صالح، يمكن الناس عرفت سعادة الوزير محمد بن صالح السادة في شغله وعمله في مجال الطاقة ومجال الصناعة، ولكن الجانب الآخر من محمد بن صالح السادة هو هذاك الشخص المحب للشعر، المحب للتراث، المحب للأدب، فهذا يمكن جانب نحب نوضحه من خلال مداخلتك بصالح. والله يا أخي تراث قطر غني جدا، وإحنا نشأنا في بيئة تقليدية تراثية تعشق الأدب وتعشق الشعر، والحقيقة هذا المناخ ساعدنا كثير، التقينا بكثير من الشعراء وعشنا ما بينهم وتعلمنا منهم وجلسنا معاهم
ونمت عندنا الذائقة الشعرية القطرية بالذات. فاليوم الحقيقة نسعد دائما أن قناة الريان تذكرنا بهذا المناخ، وشكرا جزيلا على دائما أنكم تذكروننا بالمناخ هذا وأيضا تعيشوننا فيه. نعم سعادة الوزير محمد بن صالح، الشاعر الدكتور عبد الله بن حسين السادة رحمة الله عليه أثر في شخصيتك الكثير، وهو نعرف بأن واحد من أبناء عمومتك وشخص صراحة أقولها بصريح العبارة بأن قطر صراحة فقدت واحد من رجالاتها المبدعين في المراجل وفي العلوم الغانمة وأيضا في المجال الأدبي، فكان الدكتور عبد الله بن حسين السادة رحمة الله عليه أيضا مؤثر في شخصية محمد بن صالح السادة. والله لا شك دكتور عبد الله بن حسين السادة له تأثيره الكبير رحمة الله عليه، وهو حقيقة صديق عزيز وهو خالي شقيق والدتي، عشنا مع بعض سنوات طويلة وتعلمت منه الكثير، وهو طبعا شاعر ومؤرخ، وكان بالإضافة إلى موهبته الشعرية في الشعر العربي الفصيح والشعر القطري، بالإضافة إلى ذلك هو كان مؤرخ ونائب رئيس اتحاد المؤرخين العرب في سنوات طويلة، فما في شك وإن شاء الله في يوم من الأيام تحصلون فرصة تلقون الضوء أيضا على نتاجه الشعري بإذن الله. بإذن الله. يشرفنا اتصالك يا أبو عبد الله، والله يحفظك، وإحنا ندري أنك على سفر، والله يوفقك وما قصرت. الله يجزيكم الخير وشكرا جزيلا، وانا سعيد دائما بمتابعه قناه الريان قناتي المفضله، وشكرا يا سعد وشكرا يا ناصر وشكرا يا شباب، وان شاء الله نشوفكم دائما في تألق ونجاح. الله يحفظك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا لك ايضا سعاده الدكتور محمد بن صالح الساده وزير الطاقه على هذه المداخله والتي كانت متعلقه بتقرير الزميل ناصر الخريفي حول الشخصيه الادبيه القطريه التي ساهمت في حفظ الكثير من الشعر القطري، وايضا يمتلك حقيقه مكتبه كبيره تضم ايضا سير الشعراء الاولين امثال ماجد بن صالح الخليفي، ابراهيم بن محمد الخليفي، بن عفيشه عميل بن عفيشه، وايضا والده راشد بن عميل بن عفيشه، وكثير حسن الفرحان النعيمي، لحدان الكبيسي، وغيرهم من شعراء قطر الراحلين رحمه الله عليهم، وايضا تعليقا على امنيه علي بن عبد الله الفياض يوم قال ان الارشيف الوطني او المكتب الوطني اللي تؤرخ، احب اقول ايضا بان الحمد لله رب العالمين ما العمل مستمر حول هذا الارشيف الوطني، وسيرى النور قريبا باذن الله تعالى، وايضا سيكون هذا العمل ان شاء الله ايضا عملا يساهم ايضا في حفظ التاريخ الشفهي وحفظ ايضا هذه المخطوطات الكبيره التي تحكي عن واقع قطر، عن حضارتها وعن ايضا ماضيها المشرف اللي نشرف فيه احنا كقطريين. تقرير مميز، واعتقد بان علي بن عبد الله الفياض واحد من الأمثلة الحية اللي تدل على كفاح القطري في سبيل توثيق شيء معين أو نجاح في أي المجالات، فهو صراحة مثال مشرف، والله يعني صراحة يعني التقيت فيه سنة 2008 وما زال عالق في ذهني لقائي بعلي بن عبد الله الفياض. نعم أنا أشوفه محمد ورحمه الربع أنه يستاهل كل خير ويستاهل كل تحية، وبيض الله وجه على المجهود اللي قاعد يقوم فيه، أعتقد يمكن يكون مجهود بصفة شخصية، والجماعة إن شاء الله ما راح يقصروا معه في الهيئات. بعد علي بن شبير مناع ما ننساه، هم اثنين هم اللي ألفوا ديوان الفيحاني. صحيح. فأنا عندي يعني اقتراح، أو ودي أنه إذا في مجال يكون مثلا هناك معرض لعدد من الأيام، لأن ما شاء الله عنده فوق 8000 كتاب يعرضها لإخوانه يشوفونها وكذا، حتى اعتقد في معرض يوم 12 مال الاول لو تكون في مشاركه بعد مع المعرض، واكيد راح تكون في مشاركه ان شاء الله، بحيث ان تكون في فرصه لنا ولغيرنا من المهتمين هم يشوفون الكتب الموجوده عنده ان شاء الله. عبد العزيز، يا ليت والله ياخذون مقتطفات من الكتب اللي عنده وتدرس لطلابنا الصغار، تعلمون عن الموروث الشعبي صح لدوله قطر وعن تاريخه، يتعلمون حتى من الرجال نفسه الكتب هذه من وين طلعت؟ قالت شخصيته طلع شاعر وباحث في دولة قطر. صحيح. هذا اللي ودائما يقولون الكتب هي أوعية المعارف. صحيح. وأنا صراحة سمعتها من علي الفياض وما زالت هذه الكلمة موجودة عندي، فأمسيك بالخير يا علي الفياض، وأتذكر هذه الكلمة يوم عملت معك لقاء وقلت لي بأن الكتب هي أوعية المعارف من 2008 ما زلت حافظ هذه الكلمة. التقرير الثاني عندك يا الكابتن.
عندي ابو محمد وهنا الربع. تقريري هالمره غير، يعني احنا شفنا عندنا في القناه عندنا استديوهات الريان. انا ما سويت تقرير عن استديوهات الريان، سويت تقرير عن التكنولوجيا الموجوده اللي في استديوهات الريان. مشاهدينا خلونا نشوف التقرير ونرجع لكم بعد التقرير. اولا شكرا على تسليط الضوء للاستديو، لان فعلا الاستوديو يستحق انه يتم تسليط الضوء عليه لما يحمله من امكانيات عاليه. استديوهات الريان هي عباره عن استديوهين، استديو اي اللي احنا موجودين فيه واستديو بي. استديو اي يتكون من ميكسر نيف مشهور هذا لدى الوسط الفني، يعني اول ميكسر حاليا في الترتيب الاول، في امكانيه انه ياخذ 60 شانل، اي يعني 60 مايكروفون او 60 عازف مره واحده دفعه واحده. استوديو بي ما يقل عن هذا طبعا، مع اختلاف المكسر، المكسر SSL كذلك، يعني ممكن تسجيل في حد 48 تراك دفعة واحدة. يعني طبعا استوديو A مربوط مع استوديو B، يعني ممكن أي شخص يشتغل في استوديو B يكون كونكت مع استوديو A. طبعا الاستديوهات في الاول يعني زمن اول كانت تعتمد على الانالوج، يعني ما فيها ما بيدخل الكمبيوتر في اي جزء فيها. طور هذا خدم في موضوع ان سابقا كان الحفلات تقام ويتم التسجيل وخلاص، هذا كود التسجيل ما يقدروا يغيروا، لان كان الاعتماد على مايك واحد او اثنين مايكات او ثلاثه، وبالتالي ما تقدر تفصل الموسيقى عن المطرب. عادوا المطورين للأجهزة الفنية والاستديوهات بمكس يعني عملوا مكس بين الأنالوج والديجيتال، وطلعت هذه الصورة اللي موجودة في الاستديو إنه نقدر نشتغل على بروتولز اللي هو يمثل الكمبيوتر ومع مكسر أنالوج اللي هو يمثل النيفيا، فصارت سهولة التسجيل بالديجيتال مع نكهة حلاوة الصوت في الأنالوج. هذا النظام صار فيك تفصل وتعيد المطرب مرة مرتين ثلاثة عشر إلين ما توصل اللي أنت تريده وهو يريده بعد، وهذا طبعا يخدم الفنان كثير إنه يطلع للجمهور بصورة مشرفة. رفرف علينا يا العالم لا دعم، رفرف علينا يا العالم لا دعم، رفرف علينا يا العالم لا دعم. رجعنا لكم مشاهدينا من جديد. نفس ما شفت التقرير يا شباب، ان يعني القائمين على الاستديو اللي قاموا فيه يعني هم يعتبرون، لما سالت انا اللي في الاستديو شباب اللي في الاستديو يقولون على امهر الخبراء الفنيين والتقنيين على مستوى العالم. يعني لما دخلت الاستديو يعني كضخامه استديو يعني ما شفت نفسها من قبل، يعني في الاستديو الكبير الموجود عندنا في القناه يعني يكفي حق تقريبا اكثر من 60 شانل صوت يقدر يسجل فيه. وللعلم يا شباب انه يعني اول مره يسجل تسجيل لفل اوركسترا يصير داخل الاستديو واحد، يعني يعتبر يعني اول مره يصير عندنا في الاستديو. وطبعا يعني اللي صار يعني لو تشوفون ضخامه الاستديو، انا دخلت الاستديو الكبير اللي عندنا في طابقين، يعني ما صحيح. صارت من قبل استديو واحد. صح صباح نوضح ان هذا الاستديو تابع لشركه الريان للاعلام والتسويق. نعم. طبعا اداره قناه الريان شركه الريان للاعلام والتسويق هي شركه تضم العديد من الادرع، منها قناه الريان، منها اذاعه صوت الريان. نعم. منها استديوهات الريان الصوتيه، منها المطبعه ومنها المجله وغيرها، من وشركه الريان للانتاج ايضا. يعني هذه الاستديوهات هي استديوهات منفصله عن القناه. نعم. ومثل ما قلت انت صباح انه يقدر يسجل 60 شانل للصوت، يعني تقدر تسجل حق 60 عازف شخص، وحتى ممكن وسيع طابقين عندك، عندك طابقين، وحتى ممكن تشبك الاستديوهين الكبار اللي عندك، يعني الاستديو اي والاستديو يتشبكوا مع بعض وكلهم يتسجلون في نفس الوقت. يمكن حتى التسجيلات اللي قاعده تسجل حق قناه الريان
اغلبها يكون عندنا في الاستديوهات، ان كان اغنيه رن الجرس، اغنيه رحله، كلها مسجله عندنا في استديوهات الريان. ما ايش تعليقكم ابو سعود، ايش رايك في التقرير؟ والله التكنولوجيا هالجديده الصراحه اضيع فيها، لكن انا قد تكلمت مع مخرج برنامجي وكان يوضح لي الصعوبه في تسجيل صوت عازف او تركيب اغنيه، فكانوا يسافرون عشان هالشغله. الانالوج والديجيتال الان تم جمعهم الان، ومثل ما قال لؤي بان بامكانك تسجل ديجيتال وتاخذ ميزه وجمال ونقاء حلاوه الصوت. نعم حلاوه الانالوج. حتى في نقطه يعني ودي اضيفها، والعكس صحيح، نقطه الاستديوهات كنت بقول انا عن نقاوه الصوت، فيها اكثر من شيء، يعني نفس ما قلنا التسجيلات، حتى برنامج هل البحر، برنامج ترحيب، نقاوه الصوت الموجوده ما حصلنا. رجعت لي نقطه الاستديو الموجود الكبير، ايه اللي هو الأداء الموجود، المكسر الموجود، هو يمكن يعتبر الأول في المنطقة، يعني مش موجود في الشرق الأوسط كله إلا في منطقة واحدة يمكن في السعودية، بس موجود عندنا في قناة الريان وفي استديوهات الريان، فهي يعتبر سبق لنا ولله الحمد، يعني التسجيل يعني يعتبر وايد قوي. صحيح. وهاي كواليتي. الحمد لله رب العالمين. مجلة الريان بيك تسجل شيء من إن شاء الله. حنا بالعكس يعني عندنا شعراء وعندنا شباب عندهم موهبة الشلات، بنجيبهم إن شاء الله، بنسجل خليهم يسجلون في الاستديو بإذن الله. طبعاً جرة الربابة ما ننساها أبو محمد. حنا ودنا جرة الله تسجل لنا جرة الربابة في استديوهات الريان. إن شاء الله. بإذن الله بنجيب. بعد. نعم، وعندي بعد بشرة لكم بعد شباب وكل المشاهدين الكرام، بأن إدارة أيضا شركة الريان الإعلام والتسويق، وأيضا بالاشتراك مع المسؤولين على استديوهات الريان، الآن بدأوا حقيقة في تنفيذ بعض الأعمال الوطنية القطرية وإعادة أيضا تسجيلها مرة أخرى لتقديمها للمشاهدين مرة أخرى، ولأيضا المهتمين بالفن بتقنيات حديثة من خلال استخدام التكنولوجيا وتوظيفها لإعادة تطوير الأغاني من جديد. وأيضا هذه الاستديوهات أيضا تتبنى المواهب الفنية الشابة من المواطنين اللي حابين أنهم يدخلون في مجال الفن أو حتى في مجال العزف وما إلى ذلك، بأن استديوهات الريان بالفعل بدأت حقيقة في الشروع بتبني هذه المواهب. وأيضا تخيل يا صباح، الله يا عمري قطر، أن يعيد تسجيلها من جديد مع توظيف هذه الأجهزة وهذه التقنيات في والإمكانيات في تطوير الأغنية مرة ثانية. وأنا بشركم إن يعني أخذت العلم من عند الشباب اللي في الاستديو إن في أعمال راح تقدم وراح تكون مفاجآت لليوم الوطني إن شاء الله، هم شغالين عليها من الآن لليوم الوطني، من أغاني وطنية. صحيح. عرضات، كل هالأشياء إن شاء الله راح تقدم في اليوم الوطني إن شاء الله. فأبشروا إن شاء الله. إن شاء الله. إذا مشاهدين الكرام، يمكن الآن نتوقف عند هذا الفاصل الأول، ثم نعود من بعده لاستكمال باقي برنامج الدوحة. خلصنا مع ناصر وصباح، وبقى عندنا عبد العزيز وجار الله بعد الفاصل. حياكم الله مشاهدينا الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل القصير لنواصل مع باقي الزملاء تقرير التقارير التي أعدوها لنا، والدور يمكن وصل عند جار الله الزبداني. وأيضا جار الله الزبداني اختار واحد من زملائنا في قناة الريان، لأن برنامج الدوحة يعتبر متنفس مثل ما قلنا للشباب زملائنا في قناة الريان، وأيضا يلتقون بزملائنا أيضا أصحاب المواهب. وتقريرك ما ظنيتي نعرض في ترحيب، ما لها للدوحة. نعم أبو محمد ولا نور ربا، طبعا أنا اكتشفت أن في واحد من زملائنا في قناة الريان ما شاء الله عليه، يعني عنده موهبة اقتناء الأشياء القديمة، وعنده شغف وحب للتراث ولكل ما هو يعني يتعلق ببيئتنا في قطر. طبعا مسي عليه بالخير الزميل علي بن عبد الله بن فرهود المعضيد، وإن شاء الله نتفرج ويشوف التقرير. التقرير طبعا اللي أنا مجهزة جيناه في بيته في مجلسه، واستقبلنا جزاه الله خير بكرمه الحاتمي اللي متعودين عليه. لا أدرى ترفع لعاد انتباه. لا والله هذا يستاهل.
يستاهل 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 بس لا تقول عاد كرم هالحاتم المشاهدين يستاهل ابو عبد الله يستاهل كل خير ما قصر وياه ما قصر بيض الله وجهه نتمنى انه يشوفنا الحين طبعا يشوفك تقرير عنك اكيد بيشوفك اي نعم وجيناه وانا وطاقم التصوير وجلسنا عنده وخذنا بعض اللقطات عن الاشياء اللي هو جامعها من عملات ومن اشياء تراثيه طبعا انا ما ودي احرق عليكم التقرير فاخوان المشاهدين شوفوا التقرير وان شاء الله نرجع ونكمل باقي حديثنا احب انا اجمع الاشياء القديمه من الله يسلمك صور عملات قطرية قديمة وجديدة ومن العملات هذه بعد نفسها أحب أجمع الأرقام المميزة يعني في شيء فيها مميز أجمعه أحتفظ فيه والصور والراديو القديم صور قديمة صور حق شيوخنا قديمة وجديدة بعد أحتفظ فيها الأغراض اللي عندي أنا يعني الأشياء القديمة كلها أشياء قديمة قطرية يعني من قطر ماخذها من بيت عمي من بيت جدي جد أبوي يعني أمر عليهم أشوفهم وأخذهم شفت العملات القديمة عند أبوي من رقم الريال بين قطر ودبي وعجبتني هالفكرة وقلت خلنا أخذها وأجمع يعني أجمعها وياهم وقمت أجمع الريال والعشر والخمس والخمسين والمية أحتفظ بالأشياء القديمة ومحتفظ فيها لحد الآن هي الصور التراثية القديمة صور سمو الأمير يعني صور جدي صور قديمة هذه الأشياء هذه يعني ما أقدر أنا أستغنى عنها هذا تراث قديم يعني عيالنا وعيال عيالنا وأبهاتنا والأوليين شوفوا شلون سووا واستحملوا واستخدموا هالأشياء حافظوا على التراث حافظوا على بلادكم حافظوا على الأشياء القديمة اللي لكم ما لكم إلا هذا الشيء القديم حياكم الله مشاهدينا ويا مرحبا ومسهلا بكم طبعا ابو محمد وشفنا التقرير فودي اخذ رايكم في هذا التقرير نعم ايضا علي بن عبد الله بن فرهود انا صراحه اعجبني بان جامع هذه الماده ونقول لك مساك الله بالخير يا ابو عبد الله وعلي بن عبد الله اقول لكم انه شارك في انتاج فيلم هو وبعض الزملاء يتعلق بايضا ما ابي والله ما ودي اقول اخاف يزعل علي الاداره لكن اقول لكم فيه برنامج ساهم في إنتاجه علي بن فرهود تابعوه على قناة الريان إن شاء الله في اليوم الوطني إن شاء الله يعني واحد من الشباب المميزين اللي صراحة نوجه لهم التحية والتقدير ويمكن شفنا علي بن عبد الله يجمع الأرقام المميز يعني شفت عنده تسعات وثلاثات صح وأرقام صراحة ما أدري شلون جمعها هو على كلامه محمد إنه يقول أنا أول ما بديت يعني أجمع ذا الأشياء أروح مثلاً لربعي ولأهلي وقرايبي وإذا شفت شيء عندهم شدني أحاول إني مثلاً إني أخذه منهم طريقة تبادل مثلاً إذا عندي شيء أعطيهم وإذا عندهم شيء لكن الأرقام بس تقول مرات أعطيهم ولا يعطوني لا لكن الأرقام ما قال لك شلون جمعها مثلاً ثلاثات تسعات لأن ما شاء الله علي عندي أكثر من رقم قال لي الطريقة يقول وين ما أروح أي مكان بشتري شيء يقول قبل لا أسلم الفلوس أتأكد من الأرقام أشوف إذا في رقم مميز أطلع وأحطه في مخبار أنا متأكد إنه يشتري
لا 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 آه يجي لا. بالصدفة. أنا جات عندي بالصدفة. بالصدفة كم بيجي عندك عبد العزيز؟ بيجي عندك 40-50. أنا شفت تقرير والله ذكرني بشغلة صراحة. أنا جات عندي 3 ريالات أرقامها سبيشل. هل 0-1996-97-98 حركة يعني. توني بادي الهواية هذه لك واحد من الرابع خذ موتر يصب في بترول حرك جنبه قتل الهواية هذه في المهد. أنا أتذكر في شباب كثير عندهم هالهواية. أتذكر أنا أقرأ بعض المرات إنه في الجريدة واحد عارض لرقم للبيع إنه مثلا وحدات. أنا أقول يمكن علي بعد يتواصل مع بعض الشباب اللي يعلنون في الجرائد يشتري منه. وهي هواية صراحة كثير من الشباب يسوونها يعني. في هاي جزء من الهواية غير اللي عندهم هواية جمع العملات الثانية من بلاد لين بلاد. صح. أنا مثلا على سبيل المثال عندي بعض المجلدات اللي بعد فيها بعض الأرقام المميزة ترى لو قايل ليش أنا بعطيك إياها تحطها مع تقرير مع الدولة. لازم نسوي مقايضة لأن عندي أنا بعد بطاقات تليفونات من جميع أنحاء العالم يعني تقريبا فوق 5000 كرت الكروت ما شاء الله. محمد يعني فممكن نسوي مقايضة حتى أبو محمد بعض الكروت يتجمعها بعض الدول يسوون حركة حلوة تجمع الكروت تصفها جنب بعض تطلع خريطة الدولة منها سلطنة عمان عندي خريطة كاملة تجمع البطاقات وتصفها تقريبا 100 كرت تطلع الخريطة كاملة. فهذا بعد ترويج سياحي يعني. صحيح يعني ما شاء الله صحيح. الشباب طلعت عندهم مواهب احنا ما نعرفها يعني بدأت تطلع من برنامج الدوحة ان شاء الله بسعود الحين طلع لنا موهبة جديدة. بسعود انقتلت خلاص في مهد الموهبة عقب ما عبية بترول ها ابو مبارك. لا أنا للحين الحمد لله مرتاح فريقي بخير يا أبو محمد عقب هالهوايات إن شاء الله بعد يختمها بسعود إن شاء الله يعني تراضي على المستوى الحين الحمد لله الأداء ممتاز يعني ولا قصور في الفريق الثاني مستوانا الصراحة ما نشوف غير نعرف بس بس أنا السياسة هذه أحترمها ولكن بعد ثلاث ما عليهم قصور الشباب لا ما عليهم قصور بس احنا نركز احنا ننافس نفسنا عرفت ولا قصور في الشباب كلام قوي كلام قوي والله ومع النسبة اللي طاف محمد كان يعني كان الفريق ما شاء الله مقدم عمل متجانس ايه مقدم عمل قوي حتى انا لاحظت الاتصالات كانت قوية يعني صحيح وفي واحد خلوه دكتور وهو مسكين ما له علاقة لا بالطب ولا علاقة مسي بخير وايضا حب يستاهل حب اقول ايضا بان من خلال ايضا برنامجنا مبدعون في قناة الريان ايضا نوجه الدعوة لاصحاب المواهب سواء من جمع العملات النقدية والأرقام المميزة هواة جمع الطوابع جمع العملات النقدية ومثل أو مثل جار الله بجمع بطاقات الهواتف بأن برنامج مبدعون يفتح الباب أو أي هواية أخرى المجال مفتوح للكل بأن يشارك في هذا البرنامج اللي صراحة استقطب العديد من الشباب الكثيرين والحمد لله رب العالمين شاهدنا العديد من المواهب سواء من مصورين فوتوغرافيين من أصحاب هوايات تتعلق بالسباحة والغطس أيضا اللي منهم حاب جمع السيوف يصنع السيوف والخناجر والصناديق المبيتة وغيرها 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 من هوايات الدور عندك يا عبد العزيز تقريري ختامها كالعادة طال عمركم يتعلق بالحياة اليومية لمشاهدينا وأكيد بيشوفون إن شاء الله تقريري وما في حد ما مر عليه الموضوع أنا ما بيه حرق التقرير وتنتظرون أقوله فشاهدوا التقرير وإن شاء الله تعرفون اللي أتكلم عنه عن المطبات الموجودة في شوارع قطر طبعا الكل يعرف المطبات مفيدة في أكثر الفرجان والموجودة في الدوحة بس المشكلة أكثر المطبات تجي عالية ما تنفع حق موتر السبورت لأن يجيك موتر السبورت لازم يحك يا الصدام يحك يا الرفرف مع الجنب يحك فملعوزتنا كثير يعني فيعني يا يحطون مطبات تنفع حق كل المواتر يا يشوفون لنا حل يعني لأن مواترنا كثيرة تبهدلت من الجنبين من الصدام كل شهر شهرين جينا رحنا صبغنا من تحت ولا غيرنا طبعا المطبات هي طبعا منفعة للناس وتحذر الآخرين على أنه مثلا أمامك مثلا الشارع أو في ناس ولابد أن تخفف السرعة فهالمطبات هي طبعا تحذر الناس عن عدم السرعة في بعضها مو في مكانها يعني صح وهي زينة عشان السرعة يعني الشباب يخففون السرعة وهذه في بعضها لا مكانها عشوائي وتكون على لون الشارع فما ينتبه عليها السائق في مطبات يحطونها يعني كلام ما له داعي في مطبات يحطونها
اوكي منها فايده يعني ان مثلا فرجان وفرجان اوكي حط مطبه واحده مثلا ان اليهال ما يهال يطلعون في بعضهم يطلعون على غفله بس ان البوتيك مطبات يعني ما يفكرون في السوالين يعني عندك مثال في مطبات اللي على خط الخيسة 16 يمكن مطبة و20 مطبة ما لها داعي حتى الناس قاموا يستخدمون طرقات ثانية بسبة المطبات والأزعاج كثير مناطق المطبات اللي تنحط عشوائية يعني جاء احنا عندنا مرة في المنطقة جاء بيت حط مطبة قبل البيت وبعد البيت والمشكلة ما في لا تقاطع ولا لفة يعني خلاص جاء وحط مطبة والمطبة كبيرة تجي عندها لازم يا تغير طريقك يا الصدام عندك راح وبنفس الوقت ما نقول احنا ضد المطبات المطبات مفيدة يعني وتقلل السرعة وزينة في الفرجان بس ان نتمنى ان يرعون الشباب اللي عندهم موتور سبورت والله ذا الشارع انا ما مريت عليه من قبل صراحه اضرب بغفله ويحك من تحت اذا النمار من قبل فهذا شيء ثاني وزين انه في علامه يعني في اماكن ما في علامات ونضرب على غفله في مطبات ما تبين اتمنى ان يحطون علامات انه في مطبه قدام ولا مشاهدينا عرفتوا تقريري اللي هو عن المطبات اول شيء احب اوضح ان انا مش ضد المطبات ابدا لكن كنت مركز على المطبات العشوائيه لان شباب اتصلوا لي قالوا لي انت مذيع برنامج مواتر وهالمطبات تتعلق يعني ببرنامجك نوعا ما وانا شخصيا كنت اعاني اللي جيت بصور مواتر او شيء اروح اماكن فعلا جدا اتاذى من المطبات فبنوه مشاهدينا انتم مريتوا في وضعين في مع المطبات العشوائية أول وضع اللي هو إذا الموتر جديد وخصوصا عند شباب يعني وشوي شوي يعني يجيك ويتفاجأ بالمطبة فأول ما يشوف المطبة موتر جديد يضرب بريك سيده على طول الموتر يوقف فأول ما يعدي المطبة يوقف شرط المرور لو سمحت موترك مخالف ليش طويل العمر والله حاط مخفي ابيض على الجامه اللي قدام لا والله الشيخ ضرب انا بريك والشباب تعلقوا في الجامه اللي قدام الوضع الثاني اللي هو الموتر مستعمل فما يضرب بريك واكتشفت ان الموتر ترى يحس سعد صدق الواحد يتفاجئ بالمطبه يضرب بريك كذا الموتر يتفاجئ حتى الموتر يسوي كذا كانه خروف سايقينه على المسلخ عرفت فيضرب المطبه ومعاه هلا والعيال فتخيلوا مشاهدين انتم شفتوا برنامج وثائقي اللي هو مكوك الفضاء اللي طلع من الغلاف الجوي رواد الفضاء يتسبحون كذا في الجو فهذا نفس الشيء بس باللقطة البطيئة يعني بمثل لكم بضغط على الزر اول ما يضرب المطبة اللي يسوق طبعا رابط الحزام بيضرب السكان اول شيء بيرجع بتغير كشخته كأنه بطل اجنبي في بطولة مصورينه مع طير ومن العيال ما تربط الحزام تضرب في الطبلون يشتغل الإرباق يعطيها بوكس تسوي حركة ماتريكس وهي طايرة على ورا مع السبير واحد من العيال يلحق له تشيبس ليز وهو في الهواء والرابع طبعا لازق في طوفة ونازل شوي شوي فيه الصيحة اللابكائية بعلم أبوك شلون الصيحة اللابكائية يعني يبكي يبي يبكي ما يبي يبكي ففعلا المطبات هذه العشوائية طبات هذه العشوائية كسرتنا توزيعها الله بالخير فايش رايكم شباب والله انا اكتشفت ممثل اليوم صراحه موهبه جديده ما شاء الله موهبه التمثيل اقدر يعني لا ما شاء الله عشان توصل انا بقول لك في الموضوع هذا صراحه الموضوع موجود وموضوع في كثير من الناس تعاني منه اذا المطبات موجوده انا متاكد 100% ان في قانون للمطبات ولها مقاييس ولها كذا ولكن التساؤل ان في بعض المطبات اول شيء تكون مرتفعه اكثر من المطبات اللي اعتقد في وجهه نظري مصرح لها من اداره المرور والدوريات وايضا في بعض المطبات اللي يمكن تم انشائها بدون علم المرور والدوريات وهذا ايضا دور اداره المرور والدوريات ايضا بان تبحث في هذه الشوارع مثل ما سمعت واحد وايضا الصباح يمكن أشرت بالإيجاب عليه نعم يعني 16 مطبة 16 مطبة هاي لما دخلت الخيسة نزلت من الجسر رايح حق بيت واحد من الربع دخلت
مطبة، قلت له الحين بيخلصون مطبتين ثلاث أربع خمس، تخيل يعني وصلنا 15 مطبة. تسوي رجيم أقول لك يعني مو بسالفة هالمطبات، 15 مطبة في شارع تقريبا كيلو بس، يعني درينا إن في يعني حفريات ولا كذا، بس يعني بعد شيء إذا زاد عن حده ينقلب ضده. إحنا مش ضد المطبات، لا بالعكس مفيدة هي ضرورية، بس شيء إذا زاد عن حده ينقلب ضده. شلون تنقلب ضده؟ تنقلب يعني ضدنا احنا يا الكراسي المكان تكسر هذا، يعني تضرب مطبه تطيح الماكينه، يجيك عمال نظافه يشلون الماكينه ويعود لك. يعني المواتر فرويه تقول مش مشكله، المساكين اللي يكسرون خاطرك، اللي يكسرون خاطرك اللي عندهم صوالين، على كل موتر اضرب ريك على جنب وسالفه وشيل المطب حزاته ما يصير. انا اللي فهمت ان الشباب مو بضد عدد المطبات، ضد مواصفات المطبه نفسها انها تكون مثلا والتوزيع في نفس الوقت. بس الأهم من المطبة نفسها ما تكون مرتفعة ارتفاع بحيث أنها تضر السيارة وتضر صاحب السيارة، صح. تكون مثلا مطبة قانونية. أنا متأكد 100% الإدارة ما راح تقصر. لا 100% إدارة المرور وكل إدارات التابعة لوزارة الداخلية أكيد بأن عندها فرق بحثية وأيضا دراسات ميدانية. نعم بكل تأكيد، ولكن أنا أقول لك أن في بعض المخالفين يجب على إدارة المرور والدوريات أن ترصد هذه المخالفات، وأن إذا كانت هناك فيه مطبات صناعية مخالفة يتم إزالتها من الطريق حتى لا تتسبب في أذى المركبات. وأيضا مثل ما سمعنا واحد من الأخوان قبل شوي في التقرير يتكلم على سيارات السبورت، بأنها سيارات السبورت دائما تكون قريبة شوي من القار فتتضرر مثل ما قال صباح. وأيضا المقياس حق المطبة وارتفاعها عن الشارع ما يكون المقياس اللي يمكن رصدته إدارة المرور والدورية. واحد من الشباب محمد بعد يعني يريت قبل المطبة يكون فيها إشارة، صح، علشان يعني تنبهني إن فيها إشارة في مطبة قدامي. أما تي أنت وما تدري على نيارتك إشارة الهلاف تبو مبارك، التفاجأ بالمطبة هني ما يتفاجئ السيارة عشان طبعًا. بعد ما يتفاجئ بالمطبة يعني طبعًا مبارك يقصد إشارة لافتة مش إشارة ضوئية. نعم طبعًا لا لا لافتة بعضهم كيربان الإشارة الضوئية. انتبه أمامك مطبات صناعية خلاص كذي الواحد يقولك بعض الدول المتخلفة تضرب المطبة وتمشي وتلقى لك لوحة مكتوب عليها انتبه خلفك مطبة. لا لا مو هو لا من خمس مطبات عديتها واللافتة آخر شيء ورا والله العظيم في الشعبية موجودة قدام مدرسة بعد خمس مطبات عقب الإشارة انتبه وراك مطبات يمكن غير مكان مطبات. لا بس يعني شو اسمه زين أنا أعتقد في كل أسبوع عقب الجاي بيسوينا تقرير على المطبات الجوية إن شاء الله بشرب زين. مشاهدينا الكرام مستمرين معاكم في برنامج الدوحة، ونذكركم بأرقام التواصل معنا في برنامج الدوحة للمشاركة في تقارير الإخوان. الرقم هو 444-441-4441-1. ويمكن بعض الناس يتساءل يقول لك أنتم يا قناة الريان ما عندكم إلا تليفون واحد. لا نقول لكم أن هذا الرقم يستوعب أكثر من 20 اتصال تقريبا، هذا الرقم يستوعب أكثر من 20 اتصال، في المجال مفتوح أمام مداخلاتكم ومشاركاتكم مشاهدين الكرام. ولكن بعد هذا الفاصل، والحين الكنترول يقول عندنا اتصالين، بعد الفاصل نتواصل. حياكم الله مشاهدين الكرام من جديد، رجعنا لكم مع الفقرة الأخيرة من برنامج الدوحة. وقبل ما نستقبل الاتصالات يمكن نبهنا أو أشرنا في الأسبوع الماضي ونوهنا على المبادرة الجديدة من فريق الإعداد في برنامج الدوحة بإعطاء المشاهدين الكرام أيضا مساحة أخرى من مساحات التواصل مع قناة الريان وتحديدا مع برنامج الدوحة. تم تخصيص إيميل إلكتروني خاص بكم مشاهدين الكرام، اللي منكم عنده مادة فيلمية مسجلة عبارة عن مقطع فيديو يتم إرساله لهذا الموقع اللي راح يظهر أمامكم الآن، سبر الريان sabr@arayan.tv. وهذا الموقع سيستقبل مشاركاتكم وتسجيلاتكم تسجيلاتكم اللي هي تتعلق بالفيديو الخاص فيكم، وسوف نعرضه في برنامج الدوحة. وأيضا ستكون هناك جائزة قيمة للفائز بالمركز الأول لأكثر طبعا هذه الفيديوهات
الفيديوهات تميزا، وراح تكون هناك لجنة لتقييم هذه الفيديوهات المرسلة، وبالتالي نفتح لكم المجال مشاهدين الكرام اللي منكم عنده فيديو حد مسجله في الدوحة ولا مسجله برا الدوحة، راح نعرضه على مشاهدين الكرام في برنامج الدوحة، ونقول لكم مرحبا ومسهلا، ونقول أيضا مرحبا ومسهلا لأخونا خالد. أول الاتصالات معك يا أبو وليد، مرحبا يا خالد. مرحبتين، كيف الحال؟ يا مرحبا والله، مسهلا يا أخي. الله يحييك، الله يحيي الشباب كلهم، الله يبقيك طول عمرك. والله صراحة الموضوع اللي موضوع البحث اللي تقرير صراحة موضوع جيد، وفعلا كلنا احنا نعاني منه، مش الشباب بس. على طاري السيناريو اللي ذكره المقدم الهاجري، انه فعلا عيال يطيرون وحاله، يعني صراحة لان المطبات ما تبين صحيح، ويعني ما لها الوان في كل دول العالم، في هذه عين القط اللي يحطونها اللي يعكس حتى في الليل، لا في الليل تبين ولا في النهار. وكثرة الحفر حق الخدمات، احيانا انا اضرب بريك افكر انه مطب، يعني تروعين صراحة. لكن في موضوع ثاني يعني يا ريت بعد يتناولون الشباب، لان صراحة الشباب المتحمسين، انا عمري ما شفت يعني في بلاد شارع فرعي يدخل على شارع رئيسي بدون مسافة يعني للحركة. يعني على سبيل المثال، لما انت جاي من اشارات رمادة او من مكتبة جرير وجيت تحت دوار مدماك، تنحرف على اليمين رايح تمسك الخط السريع، صح. يعني شلون السيارة تدخل على الشارع الرئيسي وما في مسافة، بدون مسافة يعني على طول، يعني رايك سيدة يعني تدخل السيارة اللي، وهذه ترى الموضوع متكرر. ليش؟ على أساس إنه فيه مثلا عقار أو في يعني التخطيط لأولويات، لازم ياخذ التخطيط أولوياته. وأنا أعتقد إن الشوارع شي فرعية هي سبب الحوادث، سبب وفي موضوع ثاني ثالث يعني أنا أحب أرضى أنوه له، اللي هو الطريق سلوى. يعني أنا تفاجأت إن الإشارات المؤقتة هذه اللي في الصيانة برضه، يعني أنا شفت حادث وبلغت وزارة الداخلية عن إن الإشارة يعني تزامنها يعني تفتح خضراء لك، وتكون اللي جاي من الجهة الأخرى برضه لحين خضراء، لأنها كلها عبارة عن مؤقتة. فإحنا صراحة كلنا القطريين والمقيمين مفروض نكون رقيبين، لأن هذه كلها مصلحة أرواح الناس، يعني أرواح الناس. والمسؤول على هذا التخطيط وهذا لازم يكون أمين صراحة يعني. فشكرا حق الشباب اللي فرحون الصدر صراحة، يعني احنا نتمنى إن شاء الله أمثال كثيرة من هالنوعيات اللي يقومون بالتقارير الطيبه. الله يبيض وجهك يا خالد، شكرا جزيلا على ملاحظاتك، وتاكد بان برنامج الدوحه يمكن الشباب وروح برنامج الدوحه هو يتعلق باشياء تتعلق بمواضيع يختارها مقدمي قناه الريان عن مواضيع يتم تناولها في قناه الريان من خلال برامجهم، لان هذا هو روح برنامج الدوحه. ولكن التقارير الاخرى يمكن راح يتم طرحها في برامج ايضا اخرى، مثل برنامج ترحيب وغيرها ايضا من البرامج اللي راح تطل عليكم في دورات برامجيه قادمه باذن الله تعالى. وعبد العزيز الهاجري، تقريرك عن المطبات يمكن راح يجيب لنا اتصالات اليوم. معانا ابو سعد، نقول مرحبا يا ابو سعد. مرحبتين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا يا ابو سعد. مرحبا، جزاكم الله خير على هذا البرنامج وعلى طرح هذه المواضيع اللي لها اثر كبير ان شاء الله تعالى. مداخلتي الله يجزاكم خير والمستمعين. ابو سعد على الكاميرا، انت راشد بن سعد القشاشي ولا لا؟ لا لا، سلام، عادل بن علي الباكر معك الاسم. ونعم ونعم يا عادل، يا مرحبا، تفضل. ما يرضى عليك، بارك الله فيك. الموقعين يعني مسودي من خلال برنامجكم ذات المرور، يعني يراجعون وضع المطبات فيه، اللي هو مرور المطار اللي جاي من الشرق يبغى يدور كهرماء، المدخل مع المرور المطب مع المدخل اللي جاي من الشارع، اذا في سيارات يعني لازم يوقف في الشارع الرئيسي، وهذا امر يعني ممكن يدي لحوادث. هذا موقع. الموقع الثاني نفق الغرافة اللي جاي من جنوب بيدخل على شارع مكة في ميدان السرطان، ايضا مع الاسف المطب مع مدخل الشارع. يعني مثل هذه المداخل المفروض تكون حركه المرور سهله، ما تعطي مطب في المكان هذا، حطه داخل شوي، ما تخلي على المدخل المداخل الشوارع الفرعيه. وبس هذا، جزاكم الله خير.
يعطيك العافيه. سعيد شكرا شكرا لك يا ابو سعد. واحنا بعد نقول لاخواننا بعد المشاهدين في قناه الريان وايضا كل من يتابعنا بان حلو بعد احنا كمواطنين او كمقيمين اذا شفنا الشيء نبادر بالاتصال بالجهات المعنيه، لانهم صدقوني راح يفرحون. مثلا اذا جاء اتصال من ابو سعد ولا مثل اتصال من خالد او اتصال من فلان من صباح من ناصر على الجهه المعينه نفسها، صدقني انا متاكد بان كلنا اخوان الحمد لله رب العالمين وكلنا متعاونين والهدف واحد هو رفعه قطر وايضا الوصول بقطر الى مصاف الدول المتقدمه والحمد لله رب العالمين تحت قياده سيدي امير البلاد المفدى، الدوله تسير في الطريق الصحيح. حلو ان نتواصل احنا كمواطنين مع الجهه المعينه. مثلا شفت لي بعض الملاحظات مثلا على الكهرباء، اتصل مباشره على اداره كهرباء واقول لهم مساكم الله بالخير، انا والله شفت شيء او مشكله تتعلق في الامر الفلاني. انا متاكد انها راح تلقى الصدى الطيب عند المسؤول، وهم كلنا يعني مثل ما قلت لكم كلنا اخوان وكلنا ربع يعني 100%. اذا ما عندك ولد عم في شغال في الكهرباء راح تلقى نسيبك شغال في الكهرباء، واحد من الجماعه شغال في الكهرباء، وهمهم بكل تاكيد هو همنا، وهو ان شاء الله ان تكون قطر من اوائل الدول ان شاء الله في تميزها على المستوى الاقتصادي على المستوى الثقافي على المستوى الرياضي على كل المستويات ان شاء الله. وباذن الله تعالى بان اداره المرور والدوريات هي اداره مميزه، ولكن ايضا كل شيء مع الوقت يحتاج الى التطوير ويحتاج الى المتابعه. فهذه الملاحظات اكيد انها وصلت الى اداره المرور والدوريات، ونقول لمشاهدينا الكرام شكرا على اهتمامكم وايضا شكرا لعبد العزيز على طرحك لهالموضوع. يعطيك العافيه. يمكن ابو محمد مساله التواصل يعني هي اهم مساله للتطور، يعني صح. احنا كمجتمع لازم نحط في بالنا ان ما راح نتطور او ما راح نتقدم حق مرحله اعلى الا بتواصلنا. صح. اذا شفت على سعد مشكله بروح بقول له، اذا شفت على ابو جابر مشكله بروح انصحه. انا اقول لك عبد العزيز في الموضوع، لان المخرج يقول لي اختم الحلقه الحين على موضوع رؤيه قطر 2030. نعم. يعني اكثر المواطنين يظن ان الرؤيه هذه تقع على عاتق المسؤولين فقط، على الوزير او على رئيس مجلس اداره او على مدير اداره او على رئيس قسم، لا المجتمع. هذه مسؤوليه كل فرد من افراد المجتمع، هذا على سبيل المثال. صح. بس للحصر وصلنا للختام مشاهدينا الكرام، نشكر اخواني في هذه الحلقه. ناصر الخليفي نقول لك ما تشوف شر يا ناصر، الله عندك مشكله في البلاعيب الله يرحمه، ما يشوف شر ناخذ اهم واحد من بعض. ايضا صباح الكوارث شكرا جزيلا لك، وشكرا عبد العزيز الهاجري، وايضا الشكر لجار الله الزبداني. الشكر لكم انتم ايضا مشاهدينا الكرام، تقبلوه من فريق اعداد هذا البرنامج. الى ان نلتقي بكم في الاسبوع القادم، تقبلوا اجمل التحيات والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.